طيب انا زلتي في البدايه الحديث بتاع الرسول اللي بيقول فيه الرسول عليه الصلاه والسلام اللي بيقول فيه انه الزول لو مات وما مبايع اللي هو الحديث اللي اتكلم عنه هسه الزول لو مات وما في عنقه بيعه بس عندي سؤال الزول لو مات في فتره انتقاليه يعني حنكم بكون شنو؟ طيب الحاجه الثانيه الزول اللي قبليني ده سال المنبر عن حلهم لمشكله القدس او القضيه الفلسطينيه قال له انا عبد الله الزول سالك من حلك لقضيه القدس تقول لنا عبد الله اسي ترام بدل ما نحتل القدس يحتلوه بالله يعني الحاجه الثالثه واللي انا نسيتها كان المفروض ابدا بها انه بنهني اخواننا المسيحيين بعياد الكريسماس وبنقول لهم ميري كريسماس وميلاد مجيد ودائر اقول لهم انه نحن مشكلتنا مع اليهود ابدا ما مشكله عقيده لانه احنا اصلا ما عندنا مشكله عقيده مع اي زول مشكلتنا مشكله اعتداء اي زول اعتدى عليك انت بترد الاعتداء يعني او اعتدى على اي زول زول اعتدى على كافر انت بتقيف مع المظلوم يعني اعتدى على مسلم انت بتقيف مع المظلوم ما حتقيف مع زول على اساس دين يعني وشكرا كونه يقول مشكلتنا مع المسيحيين ما مشكلة الدين انت اول حاجة بتتكلم بالضمير نا ده برجع لمنو ما انت لو بتتكلم نا يعني المسلمين ما عندهم مشكلة مع اللي انت بتسميهم مسيحيين يبقى انت بتلعب لانه مسألة دي اللي تجيب على دليل ما انت بتتكلم عن المسلمين ما عن نفسك اما لو انت والشباب الساكنين معاك في الغرفة ما عندكم مشكلة مع المسيحيين بطريقتكم ده هذه قضية تخصكم انتوا وبعدين ربنا بيسألكم منها لأنه ده كلام باطل ربنا بيسألك منه كيف تقول ما عندك مشكلة معهم؟ أنت إذا كان كتابك اللي بتؤمن به والقرآن القرآن ربنا يقول فيه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ده المنو قال قالوا الله ثالث ثلاثة ده المنو ودي ذاتهم كما أعرفهم ودي أنت جاي من وين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ديل ترى النصارى المحتفلين هسه ديل وربنا سبحانه وتعالى قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ديل أساس العداوة يهود والمشركين طيب أما الليلة اللي أنت بتسميهم مسيحيين وهم النصارى ديل الآن يدخلوا من جانب في عقيدة اليهود ويدخلوا من جانب آخر في عقيدة المشركين الذين أشركوا لأنه ديل جعلوا لله ندا وقالت النصارى المسيح ابن الله طيب أنت رأيك شنو في الكلام ده؟ أصل ما عندك مشكلة معاهم بعد ده كله؟ قالوا الله عنده ولد ما عندك مشكلة معهم قالوا الله ثالث ثلاثة ما عندك مشكلة معهم طيب ده مشكلته بيكون مع منو يعني مع الحرامي ولا مع منو يعني قال بس إلا زول اللي اعتدى علينا ونحن بنرد العدوان ولا قال شنو بنرد العدوان طيب في اعتداء يا أخواننا أكثر من الزول يسيء لعقيدتك في اعتداء أكثر من كده اعتداء الاعتداء يكون كيف يعني يضربك يعني ليه يضربك انت شخصيا الاعتداء ان يعتدي الانسان على عقيدتك انت التي تحملها ولكن الشاب ده نموذج من نماذج الشباب اللي ما عرفوا اصلا دينهم شنو ذاته الواد ده ما عرف دينه شنو يعني هسه لو جينا قلنا ليه اشرح لنا الاسلام ذاته وشنو وبينبني الاسلام على شنو وانت عشان تبقى مسلم بتعمل شنو يعني عشان تبقى مسلم والما مسلم ذاته بيكون كيف عامل يعني عنده قرون الما مسلم ده ولا عنده ضنب ولا عنده شنو الما مسلم ده شنو ده النوعيه دي ما تكون عارف لانه ده الاول ما جو دخلوا الجامعه لقوا لهم بنات قعدات دي النوعيه دي الواحد بيتونس مع الفتوات النهار كله ما في ضيق يقرا دين ما في ضيق يتعلم ما عنده موضوع
عشان كده يا ولدي انا بقول لك اول حاجه امشي اقرا الدين الاسلامي، اول حاجه اقراه واعرف الاسلام شنو، واعرف الاديان الثانيه او ال ما بنسميها اديان دي، كل الشرائع الثانيه او الاباطيل والمنكرات الثانيه شوفها واعرفها. بعدك تقول نحن وقال ما عندنا مشكله معاهم، ما عندك مشكله انت. طيب ثاني شنو وحي الدين؟ حي يا اخواننا، نحن ما بنحييهم، حي مسيحي على شنو حيوا؟ وزول قال الله تعالى الثلاثة، أنا حيوا على شنو؟ هو عقدته ذاته، عقدته مربوبة ذاته، مربوبة كده ده. النصارى ده لسه أسألهم، قول لهم الله كم؟ يقول لك الله واحد. طيب عيسى شنو؟ يقول لك ابن الله. واحدين بيقولوا عيسى الله، ومريم الله. وطيب واحد كيف؟ واحد مرة والله سألته سؤال زي ده جنب الكنيسة، قلت له يا أخي أنتوا بتقولوا عيسى الله، أها، ومريم الله، وربنا سبحانه وتعالى الله. قلت له ديل ثلاثة. قال لي ثلاثة معناه واحد في النهاية. كيف يعني؟ قلت له واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي كم؟ قال بيساوي واحد. أنت لاقتكم قبل كده دي؟ في النهاية لما نتعصر قال له شوف نحن قالوا لنا كده بنقول كده بس. سؤال كيف؟ انت ما كده وقع علي بالراحة، وقع علي والثلاثة ديل كيف يبقوا واحد؟ انت ديل تحيون على شنو؟ يا اخي انت مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ انا الولد الخش هسه ده فات ولا قاعد هو؟ يا ولدي انت مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ مؤمن به؟ لو قلت اي مؤمن به. الجماعة ديل قالوا النبي كذاب. اه رايك شنو في الكلام ده؟ برضه تحييهم؟ تحييهم؟ يا ولد انت كده مركز مع كلامك ده؟ تعرفين المنتدى ده زمان انا ما اعرف هسه الجامعه شويه نظفوه ما شاء الله، ناس الشرطه حرسوها بيجاي وقزاز العرق بقى ما بخش وكده، والبنك والبيع بتاعه ضعيف. انت عارف زمان المنتدى ده بخشوا لنا جماعه برا الشبكه كميات، اي صنف من البشر كان بيخش لنا في المنتدى ده هنا، ساطل ملطط سكران كله كان فيه. هسه شويه انا لما جيت داخل وشفت ما شاء الله الشباب شكلهم كده واعي وكده وما زي زمان، قلت والله ما انا شهراني صلحت شويه. انت ولد مع الجمال القدام ولا لسي؟ انت شنو يا اخي؟ نحيي قال المسيحيين، تحيي على شنو انت؟ هو ما اسمه مسيحي ذاته، المسيحي من انتمى الى المسيح، والمسيح هو عيسى ابن مريم عليه السلام، وسمي بالمسيح لانه رجله ممسوحه، يعني الرجل تحد عديلة، الأخمصة تحد الفرق في الرجل دي ما عنده، رجله ممسوحة عديلة، سمي بالمسيح ابن مريم عليه السلام. والمسيح ده الرجل اللي بيؤمن بالمسيح عليه السلام لو قابله، وبعد ذاك إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بعثه بيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو بشرى المسيح عيسى ابن مريم، لأنه بشر به، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والعلماء قالوا في حكمة من التسمية، تسمية المسيح للنبي صلى الله عليه وسلم بأحمد، قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه محمد وأحمد الاثنين، لكن ما سمي أحد من عيسى بن مريم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما في ذول سمي بأحمد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محمد سمي بها قيل أربعة وقيل ثمانية، في ناس قبال النبي صلى الله عليه وسلم سموه محمد، عشان كده عشان ما يتلخبط عليهم ذاته، ما في ذول اسمه أحمد قباله ما في، بس مين عيسى بن مريم؟ ليه أحمد صلى الله عليه وسلم؟ الجنة ده تابع لشنو هسه؟ أنت قريته هنا يا ولدي؟ منو الكراك؟ ده بيقرأ شنو؟ قانون؟ ده يعني بعد شوية بيبقى محامي ولا بيبقى قاضي؟ والله والله لسه جمرمات ده كان نوعية دي بتبقى قاضي، ده يبقى قاضي، قاضي على شنو؟ انت تقضي بمنو منو ذاته انت؟ ده شنو ده؟ الله المستعان. كيف يعني؟ الحل اعبدوا الله، ويعني تعبدوا منو يعني الحل بتاعك انت؟ الحل بتاعنا احنا اعبدوا الله، انت حلك اعبد منو؟ شوف بالله النوعيات الزي دي، شوف الناس الممسوخه في عقيدتها ده اتمسخ،
عقيدته اتمسخت والله جد ده ممسوخ في عقيدته. ولو كان في كتار زي ده الله يعوضنا، لو زي ده كتار، لكن الحمد لله ما كتار. الطلبه دي ما دام بيضحكوا عليك معناها زيك ما كتار. فرصه مفتوحه. وين انت وين الكبار ديلك؟ نحن اخوان ناس كبار وعجايز دارين ناس كبار. وينهم؟ بس انا داير الكبار ديلك بتاعنا. السؤال الاول بتاع شنو؟ اهل الفتره قال الحنك فيهم شنو؟ الناس اللي كانوا بين فتره. شوف الفتره لو كانت الفتره بين دين وبين شريعه وشريعه اخرى، الفتره بين الشرائع لو قاصد كده ما عنده بيعه في رقبته. لا ده ما موضوع بالمناسبة أيسر، لأنه في النهاية ده حكم شرعي متعلق بحاكم. إذا ما وجد الحاكم بيكون الحكم الشرعي ما عنده متعلق. ده زي الزول الكراع مقطوعة، زول كراع مقطوعة عرفته؟ لما نيجي يتوضى مش مفترض كان يغسلنا الاثنين لما يتوضى؟ هسه الكراع مقطوعة يعني يغسل الهواء ولا شنو؟ ما بخليها ساي، لأنه الحكم الشرعي العلماء قالوا مناطه ما في، يعني اللي بيتعلق به والحكم الشرعي ما فيش. حكم الشرع يغسل كراع شمال، الكراع الشمال ما في، يعني يغسل شنو؟ ما بخليها ساي. فالحاكم فيه ببايعه، ما في ما تخليه يعني تسوي شنو؟ سوي لك حاكم من طين وبايعه خلاص.